حياكم الله. يبدو أن العلاقة ما بين الجيش والدعم السريع تمضي في اتجاهات ومسارات تصعيدية جديدة تتخطى مرحلة حرب البيانات والتصريحات المضادة إلى مرحلة المواجهة. وقد أشارت التقارير الخاصة إلى أن قوات الدعم السريع قامت يوم الثلاثاء الماضي بعملية نقل لأكثر من 700 من عناصرها المسلحة إلى داخل عمق ولاية الخرطوم عبر شاحنات كبيرة، الأمر الذي اعتبره بعض المراقبين والخبراء العسكريين بأن بلادنا دخلت فعلا مرحلة العزف على طبول الحرب. وقد تزامنت هذه العملية مع حالة التوترات والمشادات الإعلامية التي شهدتها الأجواء بين قيادة الدعم السريع وبعض قادة الجيش الأسابيع القليلة الماضية. ربما يفسر البعض بأن دخول هذه الأعداد من قوات الدعم السريع إلى الخرطوم يستند على خلفية التصريحات المثيرة التي أطلقها قائد ثاني الدعم السريع الجنرال عبد الرحيم دقلو الأيام السابقة، والتي أكد فيها بأنهم من الآن وصاعدا لن يسمحوا بقتل المتظاهرين ولا باعتقال السياسيين، وهذه هي التي ربما تسبق مباشرة ميادين الحرب والمواجهة. فما هي حقيقة هذه الأجواء؟ هل نحن مقبلين فعلا على دخول مرحلة السيناريوهات الأسوأ؟ وكيف يمكن تفسير عملية نقل هؤلاء الجنود إلى الخرطوم؟ هل هي مرتبطة فقط بالتدريب كما ذكرت التقارير الصحفية؟ أم هي محاولة لإظهار القوة؟ وكيف نفسر حالة الصمت من المؤسسة العسكرية إزاء هذه المظاهر؟ وكيف يمكن قراءة مستقبل العلاقة بين قوات الدعم السريع والمؤسسة العسكرية في ظل كل هذه الأجواء غير الطبيعية؟ ولمزيد من النقاش والتوضيح ينضم إلينا اللواء محمد إبراهيم الكباشي الخبير العسكري في إدارة الأزمات، كما سينضم إلينا عبر خط الهاتف السيد باروس صندل المحامي والقيادي بالمؤتمر الشعبي. أمضي معك مباشرة سعادة اللواء محمد إبراهيم، أرحب بك ونقدر وجودك معنا في هذا البرنامج. وسؤالي لك مباشرة، يعني تناولت وسائل الإعلام الفترة الأخيرة خلافات كبيرة، منهم من يقول أن الخلاف بين المؤسسة العسكرية الجيش والدعم السريع، ومنهم من يقول بأن الخلاف بين الفريق البرهان والفريق حمتي. في ظل الحديث عن أن الدعم السريع جزء أصيل من المؤسسة العسكرية، كيف تقرأ كل هذه المؤشرات؟ الدعم السريع والقوات المسلحة هم الآن على سدة الحكم، يعني ده في مجلس السيادة، يعني رئيس مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة هما من القوات المسلحة والدعم السريع، وده يؤكد انهم هم الآن على سدة الحكم، وما في ضرورة أو ضغوط بينهم يعني تؤدي إلى التوترات. ويفترض الخطاب في هذه المستويات العليا يكون خطاب منضبط، والعبارات فيه تكون منتقاة، لأن الأسافير بتختطف أي كلمة وتحورها إلى معاني يعني غير المعاني الحقيقية، وخاصة يعني في الشائعات المغرضة مستمرة يعني في عبر الأسافير، والشعب متوثب وقلق من المصير، وفي يعني إعلان أو إعلام سالب كثير يعني وكبير يعني بحجم يعني بصورة ما واحد ما يتخيلها، وهذا الإعلام السالب برضو أثر حتى شوش على المواطنين وغبش الرؤية على المواطنين، ما قادرين يميزوا ما بين هو صحيح وما هو غير صحيح. طيب سعادة اللواء، هناك تقارير أفادت وكما ذكرت في بداية المقدمة بنقل أكثر من 700 من عناصر الدعم السريع المسلحة إلى داخل عمق ولاية الخرطوم عبر شاحنات كبيرة. هذا الأمر اعتبره بعض المراقبون والخبراء العسكريون بأن البلاد دخلت حقا مرحلة العزف على طبول الحرب. كيف تعلق على هذا؟ أول حاجة أنا أطمئن الجميع، في حاجة اسمها توازن
التوازن حتى على المستوى الدولي ومستوى الدول التي تملك الأسلحة الذرية، حاجة اسمها توازن الرعب، وفي هنا في توازن القوة. وشخصين على سدة الحكم زي ما ذكرت، وهم يملكون القوة العسكرية، بخليهم يعني يصطدموا شنو؟ وإلا يعني لو عايزين يخربوا السودان، وده لا يمكن أن يحدث، لكن التحرك بتاع 700 أو 7000 أو أي عدد، يفترض يكون هذا العدد، يفترض يكون هذا العدد يعني وفقا لبرنيك بتاع تحركات من العمليات، ومعروف يعني وفي يجب أن يكون في تنسيق تام، لأنه المرحلة هي المرحلة القادمة هي يعني افترض الناس يعني حسب الوثيقة في الاتفاق الإطاري أنه يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة. وعموما هذه الآليات بتوضع الدعم السريع، هو قوة كبيرة جدا جدا ولها إمكانيات. طيب العسكرية، حسب قراءاتك سعادة اللواء، هل الخلاف بين الجيش والدعم السريع أم بين الفريق البرهان والفريق حمدتي؟ الخلافات ما خلافات عسكرية بأي حال من الأحوال، قد تكون لها الطابع السياسي، والسياسة هي فن الممكن. ممكن يكون في يعني بيانات، وممكن يكون في يعني صوت سياسي، يعني المطلوب من هذا الصوت مطلوب إرسال بعض الرسائل للطرف الآخر، ولكن هي رسائل سياسية ليس غير، لأنه القرار بتاع الحرب ما بيصنع البرهان براه ولا بيصنع حميتي براه، والاثنين نفتكر يعني عندهم من المستشارين الوقلاء اللي بيهدئوا يعني أنه الدولة حسي ما بتتحمل طلقة تقوم، إحنا الشهداء اللي بيسقطوا دل إحنا متألمين لسقوطهم، فما بالك من أنه تقوم حرب أهلية والجثث تكون مجدعة في الشارع. فأنا يعني قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع هي من الحكمة بمكان كقيادة عسكرية، ولكن العمل السياسي عمل مشروع، والمناورات السياسية جميل. ممكنة. طيب، تكرم بالبقاء معي سعادة اللوالي، ورحب بضيفي عبر خط الهاتف السيد بارود صندل، المحامي والقيادي بالمؤتمر الشعبي. سيد بارود صندل، نرحب بك، وسؤالي لك مباشرة، يعني عملية نقل أكثر من 700 من عناصر الدعم السريع المسلحة إلى داخل ولاية الخرطوم، هل يمكن الربط بين نقل هؤلاء الجنود وبين حالة التوتر بين قيادة الجيش والدعم السريع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أنا ما 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 مطلع على الحدود أو على استنفار القوات وإدخالهم، ولكن الواضح إنه صحيح في بعض التوتر وفي سوء تفاهم بين قيادات القوات، قيادة القوات المسلحة، قيادة قوات الدفاع الشعبي، ولكنني أستبعد أي احتكاك أو أي اقتتال بين هذه القوات، لا في الخرطوم ولا في غير الخرطوم. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، هم يتنازعون على ماذا؟ يعني نتحدث عن وقائع، أين النزاع الذي يتخوف منه الناس أنه ممكن يحصل اقتتال بين هذه القوات؟ لأن يعني القوات المسلحة السودانية هي قوات معروفة، قوات قومية، قوات مهنية، وقوات تحكمها قانون اسمه قانون القوات المسلحة، ومن حق القوات المسلحة أن تنشي أي مجموعات عسكرية مقاتلة تحت قيادتها وتحت إمرتها بأي اسم، سواء كان باسم الدفاع الشعبي أو باسم الخدمة الوطنية أو غيرها، كما وأن التجربة أثبتت أن القوات المسلحة السودانية لديها تجربة عريقة في أنها تنشي بعض القوات، مثلا قبل انفصال الجنوب هنالك قوات صديقة للقوات المسلحة تعمل تحت إمرة القوات المسلحة، ولكنها تتمتع بقدر من الاستقلالية.
لو رجعنا إلى خلفية قوات الدعم السريع، هي قوات الدعم السريع هي انتداب لقوات حرس الحدود. قوات حرس الحدود كانت تابعة للقوات المسلحة وتحت إمرتها تماماً. ولكن في مرحلة تم حل هذه القوات، قوات حرس الحدود، ودمجت القوات المسلحة وتسريب بعض القوات، وجاءت تشكيل الجديدة قوات الدعم السريع. يعني في دارفور هنا دارفور مدرك إنه هذه القوات ممكن يغلب عليها إشكالية معينة وتكونت في ظروف محددة، ولكن لاحقا هذه أصبحت قوات نظامية في قانون، قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017. راح يجي بعض الخلل في التراتيب العسكرية، إنه هذه القوات في البداية كانت تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولكن لاحقا تم يعني اتباعها للقوات المسلحة، ولكنها تحت الإدارة المباشرة للقائد الأعلى وهو رئيس الجمهورية. نعم. هذا الخلل يعني. طيب اسمح لي بسؤال، اسمح لي بسؤال سيد بارود، هذه وضحت، وسؤال أيضا هام جدا مطروح في وسائل إعلام بشكل كبير. يعني تصريحات قائد قوات الدعم السريع بأنه ليس لديهم خلاف مع الجيش، وحتى قال يعني بأن على حد تعبيري إذا أداك واحد من ناس الجيش لعناصر الدعم السريع كفة دي والجانب الثاني خليه يديك الكفة الثانية، إحنا ما عندنا خلاف مع الجيش ولا الجيش عنده خلاف مع الدعم السريع، لكن خلافنا مع المتشبثين أو كما قالها المكنكشين في السلطة. أيضا قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقل قال بأنهم يجب أن يتم تسليم السلطة للمدنيين بدون لف ودوران، ولن يسمحوا بقتل المتظاهرين ولا اعتقال السياسيين. كيف تعلق على كل هذه التصريحات؟ شوف هذه التصريحات يعني كما ذكرت تصريحات بروخان سبقت هذه التصريحات، ولكنها أنا أقول أنه تصريحات فيها ظلال من السياسة. كل القادة الذين تحدثوا سواء كان برهان أو سلمي أو الرحيم هم لم يعودوا قادة عسكريين مهنيين، دخلوا السياسة يعني قادوا في لجة السياسة يعني، ولذلك يتحدثون حديثا سياسيا. هذا الحديث السياسي ربما في بعض التقاطعات تحصل، وصحيح يعني حتى من الناحية العملية قوات الدعم السريع لها ميزات أفضل من القوات المسلحة، يعني حتى لو ما في خلاف يعني كبير إلا أنه فيه بعد الأشياء يعني القوات المسلحة تتمنى أن تكون لها دفة امتيازات، تفتكر في حالة دمج هذه القوات ممكن تتحسن الوضع، هذا هو طبيعي. لكن في نقطة مهمة جدا مطلوب الناس ينتبهوا لها، هنا لما تحدثت في الاتفاق الإطاري تحدثنا عن أنه لا بد في النهاية المحصلة النهائية تكون قوات ميدانية موحدة تحت قيادة واحدة. هذا مع كل الناس، لكن الخلاف أين؟ الخلاف ينشأ في ترتيبات دعم القوات. إذن أين الخلاف يا سيد صندل؟ أين الخلاف؟ أنا أوضح هذه النقطة بإيجاز لأن وقتي يعني انتهى، تفضل. القوات المسلحة فاهمة أنه ضمر استيعاب قوات دعم السريع واستيعاب قوات الحركات المسلحة التي وقعت في القوات المسلحة، لكن فهمنا نحن السياسيين وفهم الدعم السريع أنه لا بد من إصلاح المؤسسة العسكرية، الإصلاح يتزامن مع دعم هذه القوات. هذه مسألة مهمة جدا بكل السودان. نعم. ولكن هذه المسألة لا تحدث بين يوم أو ليلة، يعني مسألة دائرة خطوات، خطوة من بعد خطوة ودائرة وفي. نعم أشكرك وضحت. شكرا شكرا جزيلا السيد باروس صندل المحامي والقيادي بالمؤتمر الشعبي. لا نعود مجددا إلى ساعات اللواء محمد إبراهيم. يعني عندما استمعنا إلى حديث السيد صندل وقال بأن هذه التصريحات وهذه الخلافات يعني ربما تكون في سياق سياسي، الرجلين الآن في الملعب السياسي، وهذا يقودنا إلى طرح هام جدا وسؤال هام من وجهة نظرك. هناك من اتجه إلى أن الرجل الأول والثاني حقا هم يمارسون تصريحات سياسية، وهذه ربما تكون مؤامرة بينهم لعدم خروج المكون العسكري من المشهد ومن العملية السياسية. كيف تقرأ ذلك؟ هو المكون العسكري ما عنده حق في السلطة بأي حال، وإذا تشبث بالسلطة بعد التوقيع يبقى يعني فقد المصداقية زي ما قبل كده، يعني يمكن كان محسوب عليه بعض الأشياء.
ففي دي مواثيق دولية وفي مشهودة يعني مواثيق مشهودة، وميثاقا غليظ وقع على هذا الأمر في أنه يسلم السلطة للمدنيين، وكلهم وعدوا في أنه ما عندهم هو لا حماية، قال أنا ما طامع في الحكم وأنا حسلم السلطة للمدنيين، والبرهان قال أنا ما طامع في الحكم وحسلم، والجيش حيخرج من المعادلة السياسية. الجيش أساسا ما صنع ليحكم، الجيش صنع لمهام حماية الدولة والانصياع للنظام الحاكم في الدولة. ففي جيشين حاليا، أو مش جيشين، في أكثر من يمكن 8 جيوش موجودة حاليا. هذه الجيوش ما لم تضبط وتوضع آلية على أساس أنه يكون في جيش واحد وتكون في وحدة للقيادة والسيطرة، أكيد حتكون في خلافات. هل لديك توقعات لمستقبل ما يحدث الآن بين الفريق البرهان والفريق حميتي؟ ما الذي يمكن أن يحدث؟ ما يحدث الآتي: أول حاجة الجيش حيخرج من العملية السياسية، والبرهان ما حيخلد هو في القوات المسلحة بأي حال من الأحوال حتى ولو قعد الفترة الانتقالية. حميتي إذا كان نحن الحركات المسلحة حاليا الناس بتدمجها في القوات، الحركات المسلحة تدمج في القوات المسلحة وتلقى حقها في قسمة السلطة والثروة. من العدالة بمكان عشان نحن نكون منصفين، والثورة بتنادي بالعدالة والحرية والعدالة والسلام، من العدالة بمكان انه ننصف برضو دي. هي نعم هي قوة ما كانت محاربة، القوة الصديقة اولى من انها تدمج واولى من انها تلقى الحقوق وتجد المكافآت. الدعم السريع كان قوة صديقة في يوم من الايام، قوة صديقة للقوات المسلحة، الان اصبح هو قوة رديفة لعوامل عدة. واحنا لا ننكر مثلا والله ما صدر قانون في العهد البايد 2017، قانون الدعم السريع، هذا القانون اعطى الدعم السريع يعني إحقية. نعم. لكن وجوده كجيش رديف لا يمكن، لازم هو ينصع ويدخل تحت إبرة الوطن. نعم. المسلحة وقيادة السيطرة الوطن. شكرا جزيلا سعادة اللواء محمد إبراهيم الكباشي الخبير العسكري في إدارة الأزمات، كنت معي ضيفا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك، وشكري موصول لكل الذين تابعونا. حلقتنا انتهت، إلى اللقاء.